يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إنما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تكتيك سبورت يأتيكم عبر قناة الجزائر الدولية. سنتحدث اليوم عن كل كبيرة وصغيرة تخص الميركاتو الصيفي الحالي، ونتوقف عند جائزة أفضل لاعب في أوروبا أيضا. كل هذا مشاهدينا الكرام مع ضيفي في الاستوديو الذي تعودتم عليه، بعلام لاروم المدير الفني الجزائري السابق. اهلا بك ابو علام. اهلا وسهلا على جميع المتفرجين الكرام. شكرا لك. وسيكون معنا مشاهدينا الكرام مباشره من قطر عبر خدمه سكايب وائل فطوش الاعلامي التونسي، وبعدها سيلتحق بنا ايضا الاعلامي والمحلل والناقد الرياضي من مصر احمد هشام مباشره من القاهرة المصرية. إذن أبدأ معك أبو علام. ميسي ينافس ثنائي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين من جهة وإيرلينغ هالاند من جهة أخرى. حديث كبير عن ليونيل ميسي، عن حقيته في التواجد في هذه في هذا يعني مع الثلاثي الذي اختارهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. هل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان منصفا عندما اختار ليونيل ميسي لينافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام مع ثنائي مانشستر سيتي؟ كل صراحة أصلا يعني يقدر يكون، لأنه من لا ننسى أنه عندهم بعض الأرقام يعني وبعض كما التنقيط حسب الانجازات. يعني لو نشوف هو عنده يعني انجازين، لكن عنده واحد كبير هو عالمي يعني كاس العالم. انت تتحدث متابع انجازات ليونيل ميسي؟ أيوة. في الجدول يعني عنده انجاز عالمي هو كاس العالم، وكاس العالم، وعنده يعني بطولة فرنسا يعني حقه انه يكون في القائمه، لكن ننتظر يعني بعد التصويت كيفاش يكون، لانه يوم نشوف هالاند عنده خمس انجازات. صحيح. خمس انجازات يعني كبيره الله يبارك. عنده اثنين ما اقول لك وطنيين يعني في انجلترا، وعنده ثلاثه قاريه، يعني هذو الخمسه ممكن، لانه دي بروين عنده الا اربعه. يعني لو نشوف في واحد عنده اثنين، لكن عنده واحد قوي، القوة تكون في كأس العالم يعني اللي موجودة اللي أخذها ميسي. لكن نشوف كيما دي بروين عنده اثنين يعني إنجازين يعني في أنجلترا، وعنده نفس الأشياء. هي ربما راح نشاهد أيضا هذا الجدول مشاهدينا الكرام، إنجازات أيضا إيرلينغ هالاند هذا الموسم وكيفين دي بروين، كلاهما تحصل على الدوري الانجليزي الممتاز، كاس الاتحاد الانجليزي، دوري ابطال اوروبا، وكاس السوبر الاوروبي. ربما اضافه لما تحصل عليه ايضا إيرلينغ هالاند، تحصل على الحذاء الذهبي في اوروبا، وايضا افضل لاعب في مانشستر سيتي لهذا الموسم، وينافس ايضا إيرلينغ هالاند هذا الموسم على جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز ايضا. قبل نعود إليك أبو علام، نسمع لرأي وائل فطوش الإعلامي التونسي مباشرة من الدوحة القطرية. وائل أهلا بك. أهلا وسهلا بكم زميلي عمر ولكل مشاهدي ومتابعي قناة الجزائر الدولية. أبو علام لاروم يقول بأنه ليونيل ميسي يستحق أن يكون ضمن الثلاثي يعني مع إيرلينغ هالاند أيضا وكيفين دي بروين ليتنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا الموسم، هل تشاطره الرأي؟ تفضل. في حقيقة الأمر أختلف معه يعني بشكل كبير جدا. لا أعتقد أن ليونيل ميسي يستحق التواجد حتى من التوب فايف وليس في الثلاثي الأفضل هذا العام، لأن مسابقة أو جائزة أفضل لاعب هي تقاس أساسا على الإنجازات الفردية والجماعية في أوروبا بشكل أول، لأنه مسابقة دوري أبطال أوروبا
وايضا الدوري المحلي الذي ينشط فيه ليونيل ميسي. ولكن اقول انه مثلا في البي اس جي الموسم الماضي لم يكن حتى اللاعب الافضل في البي اس جي، لانه مثلا كيليان مبابي كان افضل منه في النادي الفرنسي، وايضا مستوى الدوري الفرنسي ليس مقياسا ليكون مرشح لجائزه الافضل. وايضا باريس سان جيرمان غادر من دور ثمن النهائي. اعتقد ان وجود ليونيل ميسي في القائمه هناك في ظلم لبعض اللاعبين الاخرين، لانه مسابقه كاس العالم هي ليست المقياس الاول، هي مقياس ثانوي، لان مسابقه شهر ولا تقاس على الانديه. المقياس الاول للجائزه احسن لاعب في اوروبا نظرا لمستوى، لكن يا وائل، البعض يقول لك بانه كاس العالم، تتحدث على كاس العالم، تعرف بانه هناك لاعبين كبار لم يتحصلوا على كاس العالم، ليس من السهل ان تتحصل عليها. كريستيانو رونالدو لم يتحصل على هذه الكأس، تحصلك على كأس العالم يعني شيء كبير وشيء ثمين وكبير جدا لأي لاعب كان. ربما لا نستصغر هذه المسابقة التي تلعب في كل 4 سنوات أيضا. نعم، هو الموضوع لا يتعلق بالاستنقاص من بطولة كأس العالم، لا نهائيا. مثلا لو كان السؤال هل ليونيل ميسي استحق التواجد في الثلاثي المرشح للبالندور، ساقول نعم وبدون ادنى شك، لان مسابقه كاس العالم هي تقاس يعني الكره الذهبيه من بين المسابقات كاس العالم. ولكن احسن لاعب في اوروبا هي جائزه تقاس على موسم اللاعب مع الانديه، ما داخل كاس العالم ليس مقياس اول في هذه المسابقه او في هذه الجائزه، مقياس ثانوي، لانه المقياس الاول هو اداء اللاعب مع الانديه، مع ناديه، أداؤه مع باريس سان جيرمان، هو المقياس الأول بالنسبة للاتحاد الأوروبي. مثلا لماذا لم يكن سكالوني موجود؟ أليس توجب بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتين في قائمة المدربين؟ موجود سباليتي، إنزاغي، وأيضا بيب غوارديولا. إذا منطقيا لا يمكن أن يكون ميسي متواجدا بهذه القائمة، ممكن كان يكون مثلا موجود باريلا، كان ممكن فينيسيوس جونيور، أيضا برناردو سيلفا، أيضا رودري، يعني هناك قائمة كثيرة استحق التواجد قبل ليونيل ميسي، لأن موسمه مع البي اس جي كان متواضعا ومتواضعا جدا، ولا يمكن نأتي بمسابقة كأس العالم التي هي خارجة عن نظام الأندية ونقحمها من أجل التواجد من ميسي. ربما أيضا البعض الآخر يقول لك ربما أيضا كريم بنزيما كان يستحق تواجد، أليس كذلك؟ نعم، موسم كريم بنزيما مع ريال مدريد احسن من موسم ليونيل ميسي، والليغا الاسبانيه مستواها افضل، وريال مدريد ذهب اكثر في دوري الابطال. فينيسيوس هو كان الافضل لاعب في ريال مدريد الموسم الماضي، وصل الى نصف نهائي تشامبيونز ليج ولم يكن موجود. الانتر فريق الذي لعب نهائي دوري الابطال ولا لاعب للانتر موجود، يعني هناك نقاط استفهام حقيقه. ما المقياس؟ يعني مره يكون كاس العالم مقياس ومره لا يكون مقياس. فرانك ريبيري توج بها في 2013 لانه كان الاحسن مع الباير، ولم يتوج بالبالندور لان المقاييس مختلفه، لانه تالق مع الباير، لكن البالندور اهم هو الاداء الفردي وتوج بها رونالدو. نسمع لرايي ايضا بوعلام فيما قلت، تفضل بوعلام. هو اصلا عندنا نفس الفكره يعني من في العمق، لانه يعني باش ما يكونش اختلاف كثير هما يجعلوا هذه الامور يعني الانجازات باش تنقص من لا ديفيرجونس تاع يعني التفكير على الناس، لانه كما تكلمتوا على بنزيما كثير، لكن هما يوم يجعلوا هذه المقاييس باش ينقصوا من الاشياء كما نقول لك، يعني بعض اللاعبين ليقصيوهم بهذه الامور. يعني يوم نقول احنا كاس العالم يعني حتى ولو في شهر يعني قيمته باش نقيسوا اللاعب انه عنده حق، هو حقه انه يجوز لانه الانجاز كبير، لهذوما الانجازات كلها يعني تحسب للاعب باش يسهل يعني اللجنه او الناس يعني اللي يحكموا باش يسهلوا لهم الامور للاختيار وينقصوا بعض يعني باش ما تكونش القائمه كبيره. وسيتم التعرف على افضل لاعب في اوروبا في 31 من الشهر الحالي في موناكو بفرنسا في 31 من اوت الحالي. نطوي هذه الصفحة ونتوقف الآن مشاهدينا الكرام عند الأرقام المذهلة في الماركاتو والدوري السعودي في قائمة إذا الأكثر إنفاقا. نتابع هذا التقرير ثم نعود للحديث والنقاش عن هذا الموضوع الشيق. مبالغ طائلة في سوق الانتقالات هذا الصيف وصلت إلى مستويات لم تعهدها سابقا، صفقات جنونية شهدتها اللعبة الأكثر شعبية في العالم بأرقام شغلت أذهان اللاعبين والمسؤولين في النوادي ومشجعي كرة القدم في العالم على حد سواء. ميركاتو ساخن تصدرت فيه أندية البريمير ليج قائمة الأكثر إنفاقا
ب1.34 مليار يورو، وكانت صفقة انتقال لاعب ويست هام الإنجليزي ديكلان رايس إلى المدفعجية أرسنال بمقابل 116.6 مليون يورو، والإكوادوري كايسيدو من برايتون الإنجليزي إلى تشيلسي مقابل 116 مليون يورو، أبرز صفقات البريمير ليج حسب مجلة ترانسفير ماركت. فيما أنفق الكالتشيو الإيطالي نحو 520 مليون يورو، تصدر نادي إي سي ميلان قائمة الأندية الإيطالية الأكثر إنفاقاً ب 110 ملايين يورو. ثالث أكثر دورية إنفاقاً في سوق الانتقالات لعام 2023 الدوري الفرنسي ب 456 مليون يورو، وكان أبرزها تعاقد البي اس جي مع كل من مانويل أوغارتي قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي ب 60 مليون يورو، وعثمان ديمبيلي من البارسا ب 50 مليون يورو. البوندسليغا رابع أكثر الدوريات صرفا هذا الصيف بأزيد من 440 مليون يورو، وتصدر أغلى صفقاته قائد توتنهام الإنجليزي هاري كين المنضم إلى البافاري ب 100 مليون يورو. ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن الدوري السعودي للمحترفين أنفق أزيد من 400 مليون يورو، وهو خامس أعلى إجمالي إنفاق في عالم كرة القدم، وأعلى مما أنفقته لاليغا الإسبانية ب 254 مليون يورو من خلال صفقات خيالية، أبرزها المنتقل حديثا نايمار دا سيلفا إلى نادي الهلال، وقبله بنزيما ونغولو كانتي والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وغيرهم. كرة القدم لم تعد تعترف بالمتعة لوحدها طالما كانت خزائن الفريق خاوية، ذلك أنه في الجهة الأخرى من مدرجات الملعب من ينظر إلى كرة القدم على أنها استثمار مربح ومورد مالي يجني أصحابه الكثير ولو بعيداً عن منصات التتويج. إذن سنبدأ في البداية مشاهدينا الكرام بالدوري الإنجليزي ونواديها الأغلى في العالم، سنتابع هذا الجدول أغلى الدوريات في العالم لحد الآن. الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الأول ب 10 مليارات و 440 مليون يورو، ثم إليه الدوري الإسباني بأكثر من 4 مليارات، وأيضا الدوري الإيطالي ب 4 مليارات فاصل 5، والألماني 4 مليارات فاصل 13 مليون، والدوري الفرنسي قرابة 4 مليارات، ثم البرتغالي بمليار و280 مليون، ثم التركي والهولندي والسعودي والبلجيكي. الدوري السعودي يتواجد ضمن العشر الأوائل، هو في المركز التاسع لحد الآن ب 924.4 مليون يورو. أبدأ معك أبو علام لاروم، تعليقك على الدوري الإنجليزي الممتاز التي تواجد فيها المركز الأول بمبلغ كبير ورهيب أكثر من 10 مليارات يورو قيمة هذا الدوري، الفارق بينه وبين الدوري الإسباني أكثر من 5 مليارات وربط 6 أكثر من الإسباني والإيطالي كلهم يدوروا يعني حوالي 4 ملايير. صحيح، لكن نشوف انه الدوري الانجليزي يعني الان عالميا كل الناس يعني تتابعوه، وخاصه هم يعني تقريبا راهم دائما بين يعني في كاس يعني اوروبا يعني دائما اثنين او ثلاثه بين يعني الدور يعني نصف نهائي او ربع نهائي على الاقل. لكن نشوف الان نشوفهم يعني متفوقين ب 10 ملايير، والاخرين يعني عندنا الاسبان والايطاليين والالمان والفرنسيين تقريبا بين 4 ملايير. هذا صحيح. يعني نشوفوا هذه اوروبا، لكن الان الفريق يعني الانجليز هذه القوه والانطلاقه اللي تفوقوا عليهم، لانه بعد خروج يعني رقود الكره الانجليزيه يوم رجعت من جميع النواحي، يعني من صحيح. ناحيه الاداء، من ناحيه الماليه، من ناحيه التسويق خاصه، يعني حتى يعني يوم بداوا يعني يستوردوا اللاعبين يعني كما
نقول لك، هذا اللي خلاهم كما نقول لك يجذب كما نقول لك لكل الانظار، خاصة الكرة الانجليزية في وقت ما، يعني خاصة يعني من اللغة اونسكي كونسير لي سبيكر، ولا البلدان الانجليزية تتبع اكثر من البلدان الفرنسية، لهذا خلنا يعني من اسيا ولا من افريقيا ولا تحسب لي هاد البلدان، وحتى الاندية تاعها كل فرق تاعها يعني حتى الدرجة الثانية واضعف واحد تحس عنده ثقافة كرة القدم من ناحية التنظيم ومن ناحية الأداء والمستوى، هذا هو جميل. يعني اللي يخليك أحمد هشام أهلا بك مباشرة من القاهرة المصرية، المحلل الرياضي أحمد أهلا بك. أهلا بك يا عمر، وطبعا بكابتننا الكبير أبو علمنا روم، وحشنا والله وبكل مشاهدينك وبالطاقم كله. شكرا شكرا لك أحمد. يلا تعليقك على الدوريات الأغلى في العالم، قلنا بأنه فرق كبير بين الدوري الإنجليزي والدوريات الأخرى، سواء الدوري الإسباني أو الإيطالي أو الألماني أو الفرنسي، لماذا هذه الفجوة؟ تفضل. والله يا عمر عندك أصلا أعلى ناديين من القيمة التسويقية، أصلا أنت عندك الأرسنال ومانشستر سيتي، فطبيعي جدا ان انت هتلاقي طبعا الدوري الانجليزي هو الاعلى قيمه تسويقيه. ده زائد كمان طبعا هم عندهم السبونسرز والحاجات دي كلها، هم شاطرين ان هم يعرفوا يسوقوا للدوري بتاعهم. عادينا بنشوف طبعا الدوري الانجليزي منافساته، حتى جو المراهنات حتى اللي موجود كل حاجة أحسن بكتير من جميع الأندية اللي موجودة، الأندية الخمسة الكبار، الدوريات الخمسة الكبار يعني، فطبيعي جدا نشوف الدوري الإنجليزي يكون متصدر القيمة التسويقية يعني. جميل، سنتوقف مشاهدينا الكرام عند هذا الجدول أيضا، اللاعبون الأجانب في الدوريات الخمس الكبرى في الدوري الإنجليزي، لاحظوا معي هناك 582 لاعبا، منهم 391 لاعبا أجنبيا ينشطون في دوري الإنجليزي الممتاز، 67.2 بالمئة منهم لاعبون أجانب. هذا الجدول الذي يتحدث مشاهدينا الكرام عن أغلى النوادي في العالم، نادي مانشستر سيتي في المركز الأول بمليار و250 مليون، ثم أرسنال في المركز الثاني بمليار و210 ملايين، وباريس سان جيرمان المركز الثالث من فرنسا بمليار و20 ألف يورو. قلت قبل قليل بأن لاعبين الأجانب وائل ستعلق على هذا الموضوع، 67.2% من اللاعبين الأجانب ينشطون في الدوري الإنجليزي، وفي الدوري الإيطالي 61.3% من اللاعبين الأجانب ينشطون في هذا الدوري، ثم الدوري الفرنسي 55.6%، الألماني 48.5%، وأخيرا الدوري الإسباني 40.8% من اللاعبين الذين ينشطون هم لاعبون أجانب. تعليقك تفضل. نعم عمر، في البداية الدوري الإنجليزي يتمتع بقوة مالية كبيرة جدا نظرا لعوامل كثيرة، من بينها طبعا فصل البث التلفزيوني، وكذلك الحال بخصوص استثمار الأجانب كبار الشركات في العالم المتواجدة في البريمير ليج، هذه من بين الأشياء التي ساهمت في كثرة عدد الأجانب والقدرة القوية على الانتداب طبعا للبريمير ليج ومتقدمون على الكالتشيو الإيطالي. إيطاليا أيضاً تحسنت نسبياً في المواسم الماضية وأصبحت القدرة المالية أفضل نوعاً ما، رغم استثناء تقشف في بعض الأندية على غرار طبعاً الإنتر ويوفنتوس وميلان. عموماً عملية شراء الأجانب أساساً تعود إلى قوانين الاتحاد الأوروبي التي كانت في الأول تكبل هذا الموضوع، ولكن بعد فتح الأجنبي وأصبح لاعب عادي، وخاصة حتى لاعبي أمريكا اللاتينية أصبحوا عادي أن يتم وجودهم في الدوريات الأوروبية، العملية أصبحت أكثر سهولة. لماذا البريمير ليج يتصدر هذا الجدول؟ أولا لأن اللاعب الإنجليزي نفسه ليس بذلك المستوى الموجود فيه مثلا اللاعب الإيطالي أو اللاعب الإسباني، لأنه الدوري الإنجليزي هو الأفضل بلاعبيه الأجانب، العمود الفقري للدوري الإنجليزي لاعبيه الأجانب، عكس ممكن إيطاليا
وعكس ممكن اسبانيا، العمود الفقري لريال مدريد وبرشلونه هم لاعبين اسبان، نفس الشيء بالنسبه لليوفي، الانتر، ميلان، يعني العمود الفقري للفرق الكبرى هي لاعبين من ايطاليا او جزء كبير يكون يعني جنسيتهم ايطاليه، عكس البريمير ليج الانديه الكبرى في انجلترا بحاجه الى الاجنبي بكثير. المنتخب الانجليزي نفسه ليس بذلك المنتخب القوي والقوي جدا مقارنة مثلا بالسكواد زورا أو بالاروخا المنتخب الإسباني. إذن هي مشكلة أساسية نظرا لنقص مستوى اللاعب الإنجليزي وللقوة المالية الفائقة والكبيرة جدا لأندية البريمير ليج. شكرا لك وائل. نعود لك بعلام لاروم، تفسيرك للاعبين الأجانب الذين يشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الرقم الرهيب والكبير، 67.2 من اللاعبين هم أجانب ينشطون في الدوري الإنجليزي، لماذا في تفسيرك؟ هو عنده تفسير كما أقول لك رياضي، وتفسير كما أقول لك من ناحية يعني كما أقول لك البلد. إذا شفنا الفرق هذه الإنجليز والإيطاليين يعني والفرنسيين نشوفهم بعدهم يعني من ناحيه اللاعبين الاجانب نحصل الالمان والاسبان. صحيح. علاش يعني ينقص اللاعبين الاجانب؟ لانه اصلا في المانيا واسبانيا مقارنه، أيوة، لانه اصلا الالمان والاسبان يكونوا يعني يبقى لهم نقص صغير. صحيح. يعني العجز اللي يجيبوه من برا صغير اقل من 50%. ايوه، لكن نشوف اليوم نشوف الانجليز 40% من اللاعبين الاجانب. أيوة. صحيح، باش الناس ما تفهم انه احنا نقول انه الانجليز ضعاف، لا، لأن عندهم العجز في تكوين اللاعبين الانجليز باش يلعبوا في الانديه تاعهم. لانه الان يوم نشوف الالمان مع الاسبان جايين في المرتبه الرابعه والخامسه، نعرف انه هذوما ما عندهمش عجز كبير، وخاصه نشوفوا كثير يعني نشوفوا لكل الانديه تاعهم ما يجيبوا الا واحد خاصهم في النادي. لكن في بعض الانديه يعني كما الانجليز لا، نحصل ممكن ثلاثه او اثنين في مركز واحد واثنين اجانب. علاش؟ لانه هذا العجز موجود اصلا في البلاد، باش ما يقدروا يعني وما يقدروش يجيبوه من برا. ما نقولوش انه ما يخدموش، لكن العجز دائما يبقى ما دام انه الاصل في التكوين ناقص بارابور يعني الالمان والاسبان. نتوقف مشاهدينا الكرام عند هذا الجدول الذي تحدث على حول اغلى صفقات الميركاتو الصيفي الحالي. لاحظوا معي في المركز الأول ديكلون رايس لاعب أرسنال الإنجليزي الذي بيع بمبلغ مقابل مبلغ مالي قدر ب 116.6 مليون يورو. يليه بيلينغهام الذي تنقل إلى ريال مدريد ب 103 مليون يورو، وكايسيدو لاعب تشيلسي، كايسيدو هو اللي في المركز الثالث ب 116 مليون يورو، ثم بيلينغهام ب 103 مليون يورو، هاري كين في المركز الرابع ب 100 مليون يورو تنقل الى بايرن ميونخ، ثم غوارديول لاعب مانشستر سيتي ب 90 مليون يورو، ونيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي ب 90 مليون يورو. احمد هشام، تعليقك على هذه الارقام، نلاحظ بانه حتى أغلى اللاعبين أيضا الذين تنقلوا هذا الصيف يتواجدون في الدوري الإنجليزي ممتاز. أيضا هناك ديكلون رايس، هناك كايسيدو، وهناك أيضا غوارديول. تفضل. بص يا عمر، أنا يعني هطول عليكم شوية زي بعض، استحملوني شوية في الحتة دي. حتة الاستثمار في الدوري الانجليزي هو ارض خصبه اصلا للاستثمار في كل الانديه، مش في الانديه الكبيره بس، مثلا زي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي لو شفنا عليه من 20 سنه مانشستر سيتي ما كانش ليه وجود، النهارده مانشستر سيتي بقى ليه وجود في الساحه. النهارده عندك نيوكاسل بيدخل في الموضوع، عندك ليفربول كان داخل برضه في وعكه شويه وبدا بالاستثمار الصيني وكده يرجع يعود تاني. اما انا مش مع وائل شويه، زميلي وائل وكابتننا طبعا علام ابو علام لاروم، في حته ان العصب بتاع الدوري الانجليزي الاسباني من الاسبان، انا مش متفق معاه خالص. يجيب لي كده 3 4 لعيبه في التشكيل الاساسي في ريال مدريد وبرشلونه موجودين، اتحدى لو جاب لي 3 4 لعيبه اسبان موجودين مش هيلاقي. بعكس النهارده الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي النهارده بقى ارض خصبه وقويه جدا للاعيبه الانجليزي الصغيرين. انت عندك النهارده يمسك الدوري المنتخب الانجليزي لا، لكن يا وائل هذه الاحصائيات احصائيات تتحدث عن نفسها، هذه الاحصائيات هي حقيقيه بانه مجمل اللاعبين هناك في الدوري الانجليزي 582 لاعبا منهم 391 لاعبا اجنبيا، وفي اسبانيا 505 لاعبا في الاجمالي، هناك 200 فقط و6 لاعبين يعني من اجانب. هذه هي النقطه التي نتحدث عليها، ليس كل فريق على حده لكن على العموم، يعني الاحصائيات تتحدث عن الدوري ككل وليس نادي او نادي اخر. انا لسه بقول لك الاستثمار في الدوري الانجليزي هو ارض خصبه للاستثمار، لكن امسك اول انت عندك، انت جايب لي احصائيه مكونه من 6 منهم 3 لاعيبه انجليز، يعني انت جايب لي ديكلان رايس وبلينجهام وكين الاول والثالث والرابع لاعيبه انجليز. الكرة انت النهارده ما كانش فيه لعيبه انجليز اصلا بتطلع بره الدوري الانجليزي النهارده يا عمر، وبالتالي فالدوري الانجليزي ومنتخب انجلترا بيطلع كل يوم خطوه لقدام بعمليه الاستثمار. ده دليل ان هم بيجيبوا لعيبه كواليتي عاليه جدا، فده بيزود من الاحتكاك للعيبه الصغيرين الانجليز، وبالتالي منتخب انجلترا بقى في حته ثانيه خالص. هو انت النهارده لما تجيب لعيبه انجليز بيدربهم يورجن كلوب وكان وبيب جوارديولا والنهارده مدرب قوي زي هاو وارتيتا، طب ما طبيعي جدا انه هيطلع لك ساكا وراشفورد وفيل فودن وهاري كين، طبيعي جدا ان اللعيبه دي كلها تطلع. انت فاهم اللي جميل. يا احمد هناك مواضيع اخرى لا يجب ان نتوقف عندها ايضا. الان نتوقف مشاهدينا الكرام عند هذا الجدول ايضا الذي يتحدث عن اغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات عبر التاريخ. نيمار في المركز الاول عندما انتقل الى باريس سان جيرمان في 2017 ب 222 مليون يورو. كيليون مبابي لاعب باريس سان جيرمان ب 180 مليون يورو. ثم كوتينيو تنقل الى برشلونه في 2017 ب 135 مليون يورو. ثم عثمان ديمبيلي والبقيه. نقدم السؤال بخصوص هذا الموضوع لوائل فطوش، تعليقك على أغلى صفقات عبر التاريخ لحد الآن. نيمار دا سيلفا في المركز الأول ب 222 مليون يورو، ثم كيليون مبابي ب 180 مليون يورو، تفضل. نعم، سأرد سريعا في مسألة اللاعبين الأسباب واللاعبين الإيطاليين أو غيرها. مثلا ريال بيتيس أكبر مثال، أنه يلعب بس فريق بلاعبية إقليم الباسك كمثال، وربما الانتر عمود الفقري لانتر ميلان حاليا تقريبا 4 أو 5 لاعبين ايطاليين، والعمود الفقري لمنتخب ايطاليا كامثله بسيطه جدا. نعود للصفقات الاغلى في التاريخ، معظمها صفقات فاشله. لو نتحدث مثلا عن نيمار، الرقم كبير ولكن اداؤه كان قليل جدا بالبي اس جي ولم يكن صفقه ناجحه، فقط تسويقيا لكن نحكي رياضيا لم يكن ناجح. مبابي طبعا نجح. نتحدث مثلا عن كوتينيو لم يكن ناجحا، عثمان ديمبيلي لم يكن ناجحا، إيدن هازارد لم يكن ناجحا، جارث بيل نجاحه كان نسبي. هناك يعني صفقات كانت فقط يعني قيمه ماليه. ما حدث في السنوات الاخيره بالنسبه للانديه الاوروبيه وخاصه انديه البريمير ليج، تضخيم غير معقول الاسعار، غير مقبول، تجاوزت المنطق حاليا. باكيتا يعني القيمه الماليه لا تساوي اللاعب بحد ذاته في اداته في انجازاته، هكذا تريد ان تقول. نتحدث مثلا في لما كان ماسيمو موراتي رئيس الانتر عندما اشترى ظهر رونالدو من برشلونه ب 40 مليون يورو في ذلك الوقت. ظهر رونالدو، ما ادراك ما ظهر رونالدو، نتحدث عن زيدان، نتحدث عن ايضا كريستيانو رونالدو، اسماء كانت تستحق وكانت مبالغ معقوله. حاليا يعني بول بوجبا ب 110 مليون يورو، ماذا قدم لمانشستر يونايتد؟ لم يقدم اي شيء. كوتينيو ماذا قدم؟ هازارد ماذا قدم؟ لم يقدم شيء. صفقات يعني لا معنى لها حقيقه. هناك صفقات فشلت رياضيا وتسويقيا. التضخيم الكبير لقيمة اللاعبين أفسد سوق الانتقالات، أفسد كرة القدم. الدوري الإنجليزي قوي بالمال، لو كانت الأمور كما كانت سابقا كان سيكون الدوري الإيطالي هو الأفضل.
لأنه هناك عقلية كرة قدم. الآن في إنجلترا منزعجين جدا من الحركية في العربية السعودية لأن الأندية أنت تدفعنا الآن ستدفعنا للحديث يا وائل عن ما يحدث في المملكة العربية السعودية. سنتحدث إذن مشاهدينا الكرام عن هذه الأرقام المذهلة في الماركاتو والدوري السعودي في قائمة أكثر نوادي إنفاقا في الماركاتو الصيفي الحالي. نتابع هذا الجدول في البداية. أغلى الدوريات في قارة آسيا، الدوري السعودي في المركز الأول 924.4 مليون يورو، ثم الدوري الإماراتي 286.74 مليون يورو، الياباني 250.98 مليون يورو، القطري 233.95 مليون يورو. السؤال ليك بعلام لاروم، الآن الدوري السعودي في آسيا هو في المركز الأول، فارق كبير بينه وبين صاحب المركز الثاني أيضا دوري الإماراتي. تصور بأنه الأول سعودي 924.4، ثم الإماراتي 286 مليون. لماذا هذه الفجوة أيضا، وماذا يحدث في هذا الدوري؟ هو شوف الشيء المذكور والشيء اللي متابع الآن، نشوف أنه الخليج يعني أكثر بصفة عامة، يعني بصفة عامة يعني قطر السعودية والإمارات أصلا أخذوا يعني عندهم إرادة في النهوض بالاقتصاد. اقتصاد رياضي؟ لا ككل؟ الآن أتكلم، اسمح لي نتكلم شوية اقتصاد الآن بصفة عامة، لأنه الآن ما نقدر، لأنه الآن هم رايحين نبين أنه الرياضة مستعملة لهذه الأمور، يعني البرنامج تاع المطبق عندهم أنه لازم الشيئان، يعني السياحة الداخلية ثانيين الرياضة. الآن لو نشوف الفرق السعودية أصلا فرق محترفة من زمان من أول، لكن باش ينهضوا يعني بالاقتصاد تاعهم داروا انه هذا يعني كما نقول لك سيسون بونشي لهذا، يعني الفرق هذه اللي معروفه فريق وجهه، يعني البوصله ل يعني للفريق الهلال والنصر اللي معروف موجودين بالرياض، والاهلي والاتحاد اللي موجودين بجده واكثر شعبيه. عوض يعني خلينا بدون ما نتكلم على الاتفاق والقادسيه والشباب بالجهه، لكن هذا الاربعه حاليا في البرنامج، في برنامج التنميه تاع البلد قاموا بأنه هذه الأندية لازم تنهض من ناحية الرياضة باش تسمح لهم، باش تسمح لهم يعني النهوض بالسياحة الداخلية. هذا علاش لو نشوف زمان يوم نشوف الهلال والنصر الملعب يمتلئ، الأهلي والاتحاد الملعب يمتلي. الآن بالنجوم يوم نشوف الهلال جايب نيمار، النصر جايب رونالدو، الاتحاد جايب بنزيما، والأهلي جايب محرز، نشوف الآن كل نادي ليلعب مع احد الانديه هذه يمتلئ الملعب، يعني باش نشوف. لكن ما لا ننسى انه هذا برنامج متعمق، وبرنامج برنامج حقيقي مع هذه الانديه الاربعه اللي حابين يرجعوها انديه محترفه مثل الاوروبيه، مثل ما نتكلم على مانشستر سيتي، لانه الان هذه الاشياء اللي جعلوها بهاد اللاعبين اكثر شيء للترويج. صحيح. الترويج هذا لانه الان جميل. لو يشوف المال اللي يدفعوه للترويج اصلا مثل الاولويه، يعني يروجوا للسياحه او، لكن هذا حقيقي لانه هاد اللاعبين يروجوا الترويج اللي صار عليهم، هذا مضمون باذن الله، وهذا يعني اظن انه فكره في محلها، وحنا ما دخلنا في المبلغ. قبل ان اتي لك احمد هشام نتابع هذا الجدول الذي يتحدث عن أغلى النوادي السعودية لحد الآن. المركز الأول الهلال بقيمة السوقية، يعني قيمة السوقية لكل نادي 232.95 مليون يورو، ثم الأهلي 170.05 مليون يورو، ثم النصر 152.98 مليون يورو، والاتحاد في المركز الرابع 118.93 مليون يورو، المركز الرابع الاتفاق 45.33 مليون يورو. هناك أربع نوادي مسيطرة الآن في الدوري من ناحية القيمة السوقية، الهلال، الأهلي، النصر والاتحاد. أحمد معك يا عمر، ماذا يحدث؟
بالدوري السعودي، استقطب لاعبين من إيطاليا، من فرنسا، من إنجلترا، من إسبانيا، يعني كل الدوريات الخمسة حاضرة في الدوري السعودي لحد الآن. كل ده انا هرد لك عليه في حته واحده صغيره تلخص لك كل الكلام وكل الحاجات اللي بتحصل دي. بس انا في الاول بس عاوز ارجع لحته صغيره كده لزميلي وائل. انا ما ذكرتش الدوري الايطالي باي حاجه يا استاذ وائل، انا كل اللي ذكرته الدوري الاسباني، وانت ذكرت لي اتلتيك بلباو. اتلتيك بلباو تقريبا لم يبقى كثيرا من الوقت يا احمد يا عمر، هي واحده بس الخصها لك، 10 دقائق فقط تفضل. ارجع بالقائمه بتاعت امبارح، فيهم هم اربعه بس لعيبه الايطاليان وواحد على الدكه، يعني انت بتتكلم في 20 لاعب ولا 18 لاعب في السكور، فيهم خمس لعيبه بس ايطاليان. دي مش النسبه اللي انت تقدر تقول عليها، والفرقه الاقوى اصلا نابولي وتقريبا ما فيهاش غير ايطالياني او اثنين يعني. وارجع بقى للحته بتاعه الدوري السعودي. بص يا عمر انا هقول لك على حاجه، الناس دي كانت بتفكر ان هي لما بتطلع تستثمر بره هي بتنجح فرقها وبتستثمر كويس جدا وبتخلي الفرق بتاعتها تنافس لاخر رمق ويمكن بتخلي كمان فرقها ابطال. فهم فكروا بدل ما يدخلوا ويخوضوا الحته بتاعت كاس العالم بالتنسيق مع مصر واليونان، فكروا في ان هم يسوقوا اصلا للدوري بتاعهم، وان هم اصلا ما دام شاطرين في الاستثمار بره ليه ما يخلوش الاستثمار جوه بلادهم. انا شايف ان الحته دي يمكن انجح حاجه حصلت في تاريخ السعوديه بالكامل يا عمر، ان هم حولوا بلدهم بدل ما كانوا هيقلدوا مثلا يتقال عليهم ان هم بيقلدوا قطر في عمليه احتضان كاس العالم والكلام ده كله، لكن هم خلوا نفسهم ان الاقوى دوري موجود في المنطقه سواء كانت العربيه او في اسيا او في افريقيا، وبالتالي شجعت كل اللعيبه الكبار ان هم ييجوا. خلي بالك اللعيبه الكبار هم ما جوش علشان خاطر قصه فلوس بس او يامنوا مستقبلهم، لا، بل هم شافوا ان فعلا في مشروع. زي ما اللعيبه زمان كانت بتجيب مثلا لاعب زي دافيد سيلفا بتجيبه من اسبانيا من فالنسيا عشان يجي في مانشستر سيتي واتكلموا على المشروع، زي ما جابوا يايا توريه وبرده قبلهم انديه كتيره. لكن انا بكلمك على الموضوع ده يا عمر، الفكره هنا كانت فكره ترويجيه للمشروع اكبر بكتير من عمليه الفلوس، وده اللي نجحوا فيه بصراحه الدوري السعودي، وده دليل ان فعلا. نستمع يا احمد لراي وائل، استسمعك وائل، هل تشاطر احمد هشام عندما قال بانه معظم اللاعبين الذين تنقلوا حديثا الى الدوري السعودي، نتحدث عن نيمار، نتحدث عن ريال محرز، نتحدث عن كريم بنزيما، نتحدث عن بروزوفيتش، نتحدث عن كوليبالي، لاعبين كبار، عن ساديو ماني، كلهم لم يتنقلوا للعب في هذا الدوري بسبب الأموال فقط، بل من أجل مشروع رياضي بحت. نعم طبعا بالنسبة العربية السعودية هي تعرف وتدرك جيدا أنه صعب جدا أن يتم يعني تنظيم كأس عالم بالنجاح الذي حققته قطر، فكان الاتجاه إلى تغيير نوع الاستثمار. مثلا الاستثمار موجود في الدوري السعودي لا يمكن يحصل في قطر، لأنه لا يمكن أن أتخيل الدوري القطري بالحضور الجماهيري هذا، برغم أن حاليا مثلا الدوري القطري يلعب في ملاعب كبيرة جدا من أحسن الملاعب العالمية، أحسن بنية تحتية رياضية في العالم موجودة في قطر حاليا. السعودية تدرك جيدا أنه مش من غير معقول ومن الصعب أن ينجح مونديال في مصر واليونان والسعودية في هذه الدول بنجاح اللي حققته قطر بفارق الإمكانيات وفارق عدة الأشياء، فذهبوا إلى استثمار ثاني وهو استثمار في الدوري. والدوري السعودي يملك جاذبية كبيرة في آسيا، ودوري قوي جماهيريا، ودوري يعني مهم، والأندية السعودية قبل حتى قدوم هؤلاء النجوم كانت أندية ناجحة وتحقق أرقام جيدة وتصل وتفوز بكأس آسيا وتصل لكأس العالم الأندية مثل الهلال ويقدمون أداء جيد، المنتخب السعودي متميز. فأتى هذا الاستثمار، الاستثمار الكبير هذا في اللاعبين خاصة من ناحية الرواتب، يعني أقول ليس من قيمة الانتقال، أزعج أندية البريمير ليج، أزعج أندية البريمير ليج أنها لم تعد يعني صاحبة الكلمة الأولى في السوق. هذا أزعج، وكانت هناك ردود أفعال لمدربين مثل يورب كلوب وغوارديولا وغيرهم منزعجين جدا من قدرة صندوق الاستثمار السعودي على جلب النجوم، وكأنه أندية البريمير ليج كانت تملك حماية لنجومها، حاليا لا لم تعد تملك ذلك، أصبحت مستهدفة بنجومها كما هي كما يفعل عديد الأندية في إنجلترا مع أندية الدوريات الأخرى. هذا قد يؤدي الى
بالمراجعة في القوانين، هناك حديث عن المراجعة في القوانين ووضع حد أعلى للصفقات وإعادة قانون اللعب الغير نظيف يكون من طرف الفيفا ولا يكون من طرف الويفا ويعدل ويتم ضبط المصاريف. وأنا شخصيا أساند هذه الفكرة، رغم أيضا أشجع السعودية على الاستثمار، ولكن يجب إعادة الأمور إلى المنطق الطبيعي، لأنه عملية الصرف اللي تحصل في أوروبا في إنجلترا والآن في السعودية غير منطقية غير جميل معقولة. جميل وائل، باختصار شديد المعقول مثلا أن راتب كريستيانو رونالدو تقريبا نصف صفقة بيع نادي إنتر كاملة في 2014، هذا غير منطقي. هذا رأيك وكل واحد عنده رأيه. نتوقف مشاهدينا الكرام في الأخير عند إنفاق النوادي السعودية في الماركاتو الحالي. نادي الهلال أنفق 289 مليون يورو، ثم يليه الأهلي أنفق 143.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث النصر أنفق 77.6 مليون يورو. نأتي لك بعلام لاروم، هناك نقطة أيضا أخرى في الدوري السعودي، من أصل أيضا 524 لاعبا ينشطون في الدوري لحد الآن هناك 147 لاعب أجنبيا، يعني 28.1% فقط من اللاعبين الأجانب الذين ينشطون في الدوري الدوري السعودي. هو أصلا يعني كانت درجة أولى ودرجة ثانية، حتى صارت ممكن درجة ثالثة، لأنه الأندية كلها تابعة يعني لرعاية الشباب، يعني الأندية كانت تصرف عليها رعاية الشباب، يعني أي واحد حتى المدربين واللاعبين يوم تجيبهم أنت من رعاية شباب عندك مبلغ، إذا المبلغ اللي يزيد على اللي أعطيتك يعني رعاية شباب أنت تزيده وأنت تدبر حالك منين تجيبه. لكن الآن الدولة يعني البلد يعني المسؤولين استثمروا في هذا الأربع أندية، وهم من يتكفلون بهذا الأربع أندية، هذا الأربع أندية الهلال الأهلي النصر والاتحاد، لأنه هذوما شايفينهم كأنهم يعني لوكوموتيف، هم الأولين يبدأوا بهم أصلاً، قاطرة الشيء اللي عندهم أنه يتحكموا فيهم لأنه قانونيين مسموح لهم. الآن يوم نشوف الأندية، يوم نشوف اللاعبين يعني يوم يجوا ولو يجوا بكثره للسعوديه، لانه الانديه صغيره. انا يوم كانت زمان يوم شبع الاسامي كانت يعني صغيره، لكن الان تطورت وصارت عندها امكانيات زياده على يعني الدعم تاع رعايه الشباب، صارت هادو صاروا الناس يعني الخواص صاروا انه يزيدوا ممكن يزيد يخلوهم، هذا هو الشيء الجيد المسموح به في السعوديه، يعني انه اي واحد يقدر يعني يعاون النادي تاعو، النادي يعني اللي موجود فيه، هذا مش مسموح ليه في بعض الامراء مسكين ناديين او ثلاثه يصرفوا عليهم زياده على لهذا، يعني صاروا انه كثير خاصه من المغرب العربي ومن اوروبا يعني الشرقيه يجوا كثير يعني الانديه يعني درجه خاصه درجه. نعطي كلمه اخيره لايضا احمد هشام ووائل ولك ايضا لانه بقيت حوالي دقيقتين فقط. أحمد نعطيك مثال فقط، الهلال اليوم قيمته السوقية 232.95 مليون يورو، تصور بأن الدوري القطري ككل 233.95 مليون يورو، يعني تقريبا نفس قيمة الهلال، كيف تفسر ذلك؟ والله يا عمر هي الموضوع كله حته الاستثمار، المفروض انت ما بتقيسش الاستثمار ده الا بنجاحه، هو بيجيب لك كام، يعني انا صرفت كام وهيجيب لي كام. صحيح. او 30 قناه النهارده بتذيع الدوري السعودي، كل واحده دافعه مليار ريال سعودي، يعني 130 مليار ريال سعودي دخلوا من غير لا سبونسرز لسه ولا بيع تذاكر ولا بيع تيشيرتات ولا اعلانات ولا اي حاجه يا عمر، ده بس وحقوق هوا. انت متخيل كم المداخيل؟ فقصه المداخيل ان هي تيجي تزود لك تنجح لك الاستثمار، ما تبصش بقى غير انت دفعت كام وجبتهم كام، هي دي بقى الفكره. فهو طبعا من ناحيه هو دفع لكن هو جابهم كام؟ جابهم قد ما اللي انت بتقوله ده ثلاث اربع مرات اللي قدام، يعني مثلا ثلاث اربع مواسم قدام هو جاب القيمه السوقيه.
فده استثمار كبير جدا ونجاح كبير جدا. وعلى فكره انا عاوز اقول لك على حاجه، قطر تقدر تعمل كده والامارات تقدر تعمل كده، الدولتين دول الوحيدين اللي موجودين في اسيا وفي افريقيا اللي يقدروا يقلدوا السعوديه ويعملوا حاجه محترمه برضه. جميل، نسمع لرأي وائل في الأخير، تفضل وائل. نعم، نظرا كما قلت لوجودي في قطر من سنوات، أؤكد لكم أن رؤية الإدارة القطرية مختلفة تماما عن الإدارة السعودية من ناحية الاستثمار في اللاعبين، لن يتم صرف مبالغ كبيرة جدا في دوري نجوم قطر، هذا شيء مؤكد وأكيد ولا أعتقد أنه سيحصل فيه تغيير، لأنه استراتيجية قطر كانت كأس العالم وحاليا الهدف التالي الألعاب الآسيوية وكأس آسيا. قطر تبحث أكثر عن المسابقات ولا تبحث عن الدوري، لأنه الدوري كما قلت نسبة الحضور فيه ضعيفة وضعيفة جدا للجماهير، ولا يمكن أن ينجح بتلك السهولة لأنه أهم عامل هو العامل الجماهيري. جميل العربية السعودية. وائل انتهى وقت البرنامج، شكرا لك وائل فطوش من الدوحة القطرية، وشكر موصول أيضا لأحمد هشام من القاهرة المصرية، والشكر موصول أيضا في البلاطو للمدرب التقني الجزائري بوعلام الغروب، نتشرف دائما بحضورك معنا، شكرا لك بوعلام. كلمة أخيرة في الأخير، شكرا لك. شكرا، أنا مع وائل على النهاية، لأنه قطر يشوف أكثر من هذا الانهيار الدوري، لأنه كما قلت لك استراتيجية أخرى، يعني ما يشوفش في الدوري، يشوف أشياء أكبر. شكرا لك أبو علام، شكرا لكم مشاهدينا الكرام ولكل الطاقم الذي خدمكم، إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل.